بتاعتي انا ومصعب. انت ومين؟ انا ومصعب وحذيفه يعني، كنا جايبينها على اساس ان احنا نبدا نعمل اي فكره كده او اي حاجه على اليوتيوب. يعني كل المضادات دي بتاعتكم، الحاجات دي كلها الكمبيوترات والسبورتات الموبايلات دي، موبايلات كنت بجمعها لزمان يعني، فكنتش مرميها يعني. والكاميرات اللي ورا، الكاميرات اللي هي الكاميرا اللي هي كانون، كانون سي سي دي سي دي 7 دي اس ايه دي بتاعت حذيفه اللي هو المحبوس، اللي هو الحدث ده، فسايبها معايا. والطبعه ديت كنت جايب من اليمن يعني، كانت بتاعت والدي. ف الكاميرا الثانيه، فالكاميرا دي بتاعتي بتاعتي. طيب والسبوتات دي، دول بقى وحدة الاضاءه اللي احنا كنا جايبينهم مع الكرومه الخضراء دي، بحيث ان احنا ايه يعني نحاول نعمل اي صوره او اي فيديو. بكام؟ وحدة الاضاءه دي كلها على بعضها كده كانت جايب حوالي 1500 او 2000 جنيه. تمام. الكاميرا بتاعتي زي ما انت عارف جت، قلت لها حضرتك على سعرها، ودي بقى بتاعت البيت. والحاجات دي بقى ايه؟ طب انتوا ليه مش جبتوا فلوس الحاجات دي منين يا حسن؟ وحدة الإضاءة دي احنا جمعناها مع بعض. تمام. الكاميرات، كاميرا حذيفة دي كان حوش وجابها، وديت اللي انا قلت لك عليها اللي هو واحد صاحبي جابها من بره جابها لي. الدولار ده كلهم متغيرين لما كنت بفك الفلوس عشان احاول ابعتها لصاحبي. في يعني هو قال لي ما تبعتهاش دولار في فتره يعني، ما سلمتش ولا في دولار، ما سلمتهاش كلها على بعضها، سلمت في منها مصري في منها دولار، حاولت احول منها مصري بحيث ان انا اديها لواحد. صعب اللي جاب الكاميرات من امريكا؟ ما بعتهالوش اصلا، كنت بديها لجوز اخته قاعد في اسكندريه. جاب المصري؟ وانت جبت الدولار منين؟ كنت بحوشهم، في فلوس كنت بحوشها وفي فلوس كنت ايوه بستلم. الدولار ده بتجيبه منين؟ فلوس الدولار دي بتاخدها منين؟ ايه مصدر حصولك عليها؟ لا هي ما كانتش دولار اصلا، الدولار ال 800 دولار الاولانيه ديت كانت ان انا يعني من مصروفي، وخدت من مامتي يعني، من مامتي 1000، ومن يعني من واحد صاحبي وكده 1000 وكده، فجمعت مبلغ وحولت 700 دولار. وبعد كده رحت اديت لصاحبي التاني ده المبلغ، الفلوس التانيه بالمصري، وبعد رحت رجعتها تاني وحولتها دولار يعني. تروح اي صرافه تشتريها يعني. انت والدك كانت اللي هو انتماء اخواني يا حسن؟ ما هو قلت لحضرتك هو كان سببهم يعني، كان بينتمي لاخوان المسلمين فتره من حياته، وبعد كده انشق عنه. تمام. وكان قاعد في اليمن؟ كنا قاعدين في صنعاء. فين في اليمن بالظبط؟ احنا قعدنا فتره في الحويت وبعدين فتره صنعاء. تمام. والدتك ليها نشاط سياسي؟ هي مش معانا اصلا، هي مش مع السياسه خالص. تعالى صور برضو الحاجات دي، انت نعكشتهم في بعض. ادي المصرية ودي الخارجية. هات الاثنين. صورت الدم؟ صورت الدم؟ يا باشا على طول. ثانية.
تصور احنا بعدين احنا عشان ايه الرجاله دي هيطلعوا دلوقتي يسيبونا واحنا من غير طلع دينا بقول عليهم ده. VK